بس يا ست خالك. وقام واخد بعضه وراح على الفرارجي، قاعد يقلف في الفروج والفراخ اللي حداه لما بهدل الدنيا. وفي الاخر قال له ياد على كام الفروج العايقه السمينه دي؟ قال له بثلاثه ميله. قال له ثلاثه ميله ليه؟ ياك فروج واخده دبلون. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا اهلا يا وائل، مرحبا. خير؟ العمده عايز الواد ابو العيله. عايزه في ايه تاني؟ ما تقول لي حل عن سمانه بقى. قال له جرايم انت يا فضه في ايه؟ بس يا ياد انت ياد، هو رح تزعق هنا ولا ايه؟ اعذرني يا مولانا، اصلها يعني بس بلا اصلها بلا فصلها يا اخي. يا ناس حسوا على دمكم، مش كفايه اللي حصل لهم؟ روح توكل على الله، روح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح. يلا ياد روح ارمح. ما اقدرش، العمده قال لي اجيب ابو العيله، يبقى لازما وحتما اجيب ابو العيله. انا لا مؤاخذه يعني عبد المأمور. استغفر الله العظيم، انت عبد الله يا غفير، انت مش عبد المأمور ولا عبد عثمان. ونعم بالله، بس انا يا مولاني معايا ظبط واحضار. يا اخي بلا ظبط ولا احضار، بلا ما تخلينيش افط في حلقه. روح قول للعمده ابو العيله هيجي لك في الصبح، الصبح له عيون، توكل على الله. استنى يا وائل. نعم. انا هروح وياه. تروح وياه فين؟ ما كفايه اللي حصل لنا يا ابو العيل. اجري يلا الجار، جاك وجع في عمدتك. عايز ايه يا حفيظ؟ انت بعت تجيب الواد ده تاني ليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ شوفي بقى، انا دلوقتي لا طايق حد يكلمني ولا اكلم حد، سيبيني بقى اشوف حالي. حالي يا ابو حال؟ جايب الواد ليه؟ عايزه يديك مراته؟ يا ناقص. بس يا بنت الناس اسمعك. انا عايزاهم يسمعوا، يعرفوا عمدتهم وحاميهم بيعمل ايه. عايز تضربني يا عثمان؟ وقت مراقبتك كمان. اسمعي بقى بتنتي، كلمه زياده وتبقي طالق بلا رجعه. عايز تطلقني يا عثمان وماله؟ لكن قبل ما تطلقني تطلع من تحت باطك الخمسين فدن اللي في الحوض القبلي والستين فدن اللي في الحوض الشرقي، وبعديها تبقى تشوف حسابك مع اخويا السيد. وانت اللي بتعصبيني يا حفيظه، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ موضوع ايه اللي خلصنا منه؟ مش اتفقنا ان انا هتجوز؟ واني رجعت في كلام. ايه هو لعب عيال بقى ولا لعب عيال؟ لعب عيال وكلام نسوان. حد ياخد على كلام النسوان يا عمدي؟ مستني بقى، لازم اخلف ويبقى لي وريث. يعني ايه؟ يعني هتجوز فاطمه. يعني هتجوز فاطمه واعلى ما في اخواتك اركبيه. يا اهلا يا اهلا يا جناب العمد. اقعد يا ابو العيل. ما تجيش يا جناب العمدي. لا تيجي، وتيجي ان شاء الله قوي كمان. اقعد يا ولد. قول انت اتعشيت يا ولد؟ هني شبعان يا ولد. قول يا ولد، لو جعان قول. انت هتتكسف من حضره العمده ولا ايه؟ ايه هو في حد يتكسف من ولي نعمته؟ عال العال، والله بينك عقلت يا ابو العيله وربنا كملك بعقلك. حس كده بقى، اني مش هرجع في وعدي معاك، ودارك اللي اتحرقت دي اني هديك دار احسن منها. ايه دي كده؟ يبقى ان كرمك زاد وغطانا يا جناب العمدي. وانت اول مره تعرف العمده عثمان يا ولد؟ ده العمده عثمان احسن راجل في بر مصر كله، وفوق دي بيحبك يا واد يا ابو العيله. مش محتاج تقول لي يا شيخ مبروك، اني عارف. كمان يا واد يا ابو العيله لازم تبقى عارف ان العمده عثمان دي بيحب الخير للناس كلها، يعني عمره ما يعمل حاجه الا لما يبص للخير اللي جاي للناس قبل ما يبص للخير اللي جاي له هو شخصيا. وكمان اكيد عارف ان طاعه اولي الامر واجب، صح ولا لا؟ يما الطاعه دي ربنا ما عملهاش كده اهو، لا ده عملها ترويض وتربيه للرعيه عشان يطيعوا من شاء لهم الله الطاعه من ولاه الامور، وعملها كمان عشان تزويب الاهواء وتقويم النفس البشرية وتهذيب الغرائز الإنسانية. يا شوف يا أبو العيلة، أنت عارف يعني إن ربنا كرمني آخر كرم، أرض ومال وجاه، بس في حاجة مهمة قوي ربنا ما ادهانيش، الوريث العيل. دي أرزاق يا جناب العمدي. إيه وبعدين ربنا يزيدك ويديك. يعني أنت يا ولد شايف انني استاهل العوض؟ يعني ربنا يعوضني بعيل كده يورثني؟
امال ايه؟ ليه لا؟ الله ينور عليك. انا قلت برضو ان انت واد جدع وسداد. ايه قولك بقى؟ إيه؟ انني بفكر اتجوز، رايك ايه بقى؟ ايه على بركه الله يا جناب العوم دي. واني مين اصلا علشان تاخد راي؟ مين ايه؟ ده انت اهم واحد في الحكايه دي يا ابو العيله. اصل العوم دي عايز يناسبك. يناسبني؟ في مين؟ عايز تتجوز امي؟ امك ايه يا هبل انت؟ انا عايز اتجوز فاطمه. فاطمه مين؟ مراتي؟ اللي هتبقى كانت مراتك. بس انا ما طلقتش فاطمه ومش ناوي. ما هو انت هتطلقها. يعني انت عايزني اطلق مراتي عشان تتجوزي؟ ايه قولك بقى؟ ممكن كلمه يا جناب العوم دي؟ قوي قوي. ايه قول. حس ان الكلام كده ما يصحش، يعني ناخد وندي ويا بعضيني في وجود الناس دول، ولا ايه قولك؟ انت واد نور يا والي، بروح عليك. مؤاخذة بقى يا شيخ، مبروك عشان يعني ناخد وندي. من حقكم يا سيدي، ما انتوا نسايب. يلا ادي تهو، يلا هونا، عايزين ناخد وندي. ايه الهمه دي؟ بالك يا والي، انت طلعت عاقل وناصح. انا كنت فاهم ان انت هتعصاني. اصل الواد الزفت ابن الزفت ده عصاني. وماني ايه بقى؟ عندي قوه يا والي ما تعرفهاش انت. قمت طابق في زمره رقبته، قعد بقى يلالي: الحقوني يا ناس، غيتوني يا خال، هاي موتني، الحق يا عم. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ في ايه يا بهيم انت وهو؟ انا بحكي له حكايه. ايه الغلاوه اللي انتوا فيها دي؟ قول له كده يا ولا، انا عملت ايه لما اقول له؟ ايوه ايوه حاصل اهو، شفت؟ يلا انت اهو، يلا يلا بر عمرو جناب. يلا يا ولا. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ ايوه اما نزلت عليك قوي. ايوه مش عارف مين فين. قوة قوية يا علي زي دي كده. ولا ولا الحاني عايزني اطلق مراتي عشان تتجوزي انت. يا ديني يا طفص، اوعى يا وليا كده، اوعى. عمدي يا عمدي، عمدي يا عمدي. مشي مشي انت يا رحمن انت وهو. وقفاني يا بهايم، الواد موتني وجري. اجري 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 يا ابن الكال. اخص عليك يا عثمان، خضتني. خضتك ايه؟ ده موتني وجري. انا مش هسيبه، لازم ياخد اعدام لحد ما يتربى.